بعد 48 يوما عن قرار الرئيس تبون بإلزامية الإفراج عن رخص استيراد المركبات الجديدة، لا جديد عن الموضوع. هكذا عبر تجمع وكلاء السيارات في رسالة استغاثة للرئيس تبون. الرسالة انتقدت بشكل رئيسي تأخر صدور دفتر الشروط الجديد في الجريدة الرسمية، كما وعد وزير الصناعة في تصريحات سابقة، كما حملت الرسالة الكثير من النقاط الأخرى. رسالة الوكلاء جاءت في وقت ازدادت فيه الضبابية المحيطة بملف استيراد السيارات، فاختاروا التوجه لرئيس الجمهورية مؤكدين له أن الملف يستدعي الحل في أقرب وقت. اليوم لازم نحلوا الاستيراد، لازم نحلوا الاستيراد. كاين مناصب شغل، كاين لا كوليكت نتاع لي تاكس وبروفي دو تريزور بوبليك، كاين ديناميكية تخلقها السيارات من كل أنواع في مجال الاقتصادي. وان اتوندون ان شاء الله الجزائر تتفاوض مع مصنع اللي يقدر يجي بـ 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 يعني بـ بالامكانيات نتاعو ويستثمر في الجزائر. ازيد من 4 سنوات، كل سنة فيها تحمل المزيد من التعقيدات والغموض حول ملف السيارات، جنت فيها الاسعار بالاسواق وامتلأت خزانة مقرات الوكلاء بملفات الطلبيات والتساؤلات وادراج وزارة الصناعة برسائل الشكاوى وطوابير الانتظار.